القضية خطيرة الحقيقة، المسألة وحضرتك عارف رأيي إن أنا كنت في فترة منزعج جدا من مسألة السب والشتم والقذف، ومسألة تجاوزت كل الحدود، خاصة لما يجي صحيح هو يجي يسب رمز أنا دارسه وأنا عارف إنه هذا الرمز هو أبعد ما يكون عن هذه الإهانات وعن هذه الأكاذيب. كنت في مرحلة ولدرجة إنه في موقف من مواقف مع وزير الثقافة الأسبق الدكتور عصفور، قلت له لا، ما هواش ده اعتداء على الحرية، احنا لازم نشوف حل لإيقاف الشتامين دول، لأن المسألة أصبحت مسألة سب وشتم ومسألة تؤثر زي ما الأساتذة بيقولوا في الوعي التاريخي وتشوه ذاكرة الأمة، وأحيانا الصعود على أكتاف هذه الشخصيات بأن أقول فلان شاذ، وصل عند تقييم شخصية فلان شاذ، كان شاذا وكان مشهورا بأنه وده على فكرة، ده على فكرة سببه إيه بقى؟ خليني أعلن بصراحة إن أنا ضد القانون، خليني أعلن إنه لازم نبحث عن شيء آخر لمعالجة هذه المسألة. المسألة مش مرتبطة بسب وشتم زعيم، المسألة أكتر من كده. إحنا خايفين إن إحنا نوصف بعد كده بإن إحنا شعب شتام. السوشيال ميديا فيها سب وشتم مش لعبد الناصر ونجيب ومعرفش مين وصلاح الدين لا، المسألة متجاوزة. سب وشتم ليل ونهار، وأعتقد إن هناك يعني ميليشيات شغالة بهذه المسألة. لكن تعالى بقى السؤال اللي حضرتك سألته والقضية الخطيرة دي، أنا عندي تصور لعلاجها، لكن هقول لحضرتك إن نموذج لو في قانون، نموذج ولو في أستاذ مش أستاذ ما هواش موضوعي كان ممكن يدمر مستقبلي أنا، وده أستاذ كبير وكان بيدرس لي في سنة تالتة وعرابي بقى عشان حضراتكم تسمعوا. الأستاذ الكبير الأستاذ دكتور عبد الرزاق رمضان الله يرحمه، وإلى الآن يعني مذكراته وكتب موجودة عندنا، كان بيشرع عرابي أو ثورة عرابي على إنها ثورة مفتعلة ومسرحية. واستند لرأي مستشرق هولندي اسمه نينيه. وكنا وإحنا طلبة 46 صفحة اللي ملاهم على الثورة العرابية، كنا مندهشين جدا، أنا شخصيا بطلع الأول ومندهش جدا ورافض للكلام ده، مش قادر أقتنع بيه. إن عرابي عمل مسرحية مع الخديوي، والخديوي شقيق لعرابي بالرضاعة، لكن المسرحية وسعت على عرابي وتصور نفسه انه زعيم. تخيل حضرتك ده مكتوب عند نينيه، محدش حاسب نينيه. الدكتور عبد العظيم رمضان استملح رأي نينيه ودرس لنا انه ما كانش في ثورة عرابية ولا حاجة، وان الامر يعني فلت من عرابي وفجأة لقى في تأييد له من الجناح المدني، بدل ما بيطالب بمبادئ بمطالب فئوية طالب بمطالب الشعب، وركب الحصان وبقى ايه، بقى زعيم. انا وانا طالب كان ممكن ادفع مستقبلي كله في مقابل مقال نقدي كتبته للدكتور عبد العظيم رمضان وانا بحل في الامتحان ده، كان في سنه رابعه على فكره، فكتبت له انه انا رافض لنظريه نينيه ورافض للكلام اللي حياتك بادب طبعا وبتحليل علمي وطالب صغير وبتعتبر انه ما قام به عرابي ثوره، وكنت قرات وانا طالب بقى كتابات لناس كتيره قوي كتبوا على الثوره العربيه، وقلت له ان دي ثوره، وخرجت من الامتحان الحقيقه كنت حاسس ان انا خلاص كده مستقبلي انتهى. لكن عبد العظيم رمضان رغم اختلافي الايديولوجي والفكري والثقافي معاه راجل محترم جدا، اداني 97%، وقال لي بعد خلي بال حضرتك، قال لي بعد كده ايه، انت قلت وجهة نظرك، هنا تأتي المسألة بقى، انا ازاي هحدد احنا بنعيد قراءة التاريخ زي ما قال الكاتب الكبير الاستاذ جمال حبيبي، بنعيد قراءة التاريخ بين الحين والاخر، وبالتالي زي ما حضراتكم عشتم بالظبط، وان كان ليا وجهة نظر في محمد نجيب وبرضه على فكرة لكن ايضا خليني له وعليه خليني اوري لك مأزق نجيب، خليني اوري لحضرتك مأزق التاريخ لنجيب، خليني وانا قابلت اللي هو نجيب وعملت معاه حوارات لكن خليني اوري لك المأزق اللي احنا عايشينه الان. هل زيف تاريخ اللواء نجيب من قبل وسيزيف الان بعد تكريم الرئيس السيسي له؟ دي مشكله جامده جدا، وده يخليك تقول مين اللي بيكتب التاريخ هنا لو سمحت لي، مين بيكتب التاريخ؟ التاريخ اصبح مهنه من لا مهنه له، وبالتالي
اللي بيكتب في الميديا ده لا يعرف نجيب ولا يعرف تاريخه ولا يعرف حتى لماذا كرمه الرئيس السيسي. يعني أنا تقديري أنا الشخصي أن الرئيس السيسي كرم اللواء نجيب، كرم لحظة تاريخية عند اللواء نجيب. أما أخطاء اللواء نجيب وتصادمه مع ثورة يوليو، وهنا في كلام كتير وموثق، وحتى اللي هو قاله لي وأنا بعمل الماجستير والدكتوراه، هنا ده موضوع تاني خالص. الرئيس السيسي ما بصش له، بص لانه للحظه التاريخيه، البطوله في لحظه تاريخيه. هل حمل حد لحضرتك سمحت لي في دقيقه واحده، لما حدثت ازمه مارس 54 في عندنا حاجه غريبه جدا. السادات كان عدو لنجيب، صلاح سالم كان عدو لنجيب وعدو شديد جدا لنجيب، فطلعت روايه على الملأ في فبراير 54 انه نجيب كان نايم وكان ما يعرفش حاجه عن الثوره. خبطنا عليه قلنا له قوم اصحى، الثوره قامت، تعالى انت معانا. دي روايه. وانت بتدرس علم، هل الروايه دي صحيحه؟ هل انت تروح تصحي واحد تقول له قوم الثوره قامت انت معانا؟ طبعا يعني انت بتقيم هنا، انت بتقيم انا لا انحاز لهذه، لا انحاز لدي. لكن في روايه ثانيه وانا بحقق بقى، قالها نجيب وشخصيات كتيره شهود عيان قالوا لا ده احنا قربنا منه في يناير 1952. يعني من يناير 52 ونجيب في الصوره، مش من ليله الثوره 23 يوليو. اما صدامه بعد ذلك ده موضوع تاني وله احكام تانيه. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه يا استاذ وائل، احنا كنا زمان بنتعلم ان المؤرخ قاضي وان المؤرخ يجب ان هو مش وده المفروض. طب هو 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 علميا علميا انت ما تقدرش، للاسف الشديد انت ما تقدرش تلعب الدور ده. عشان كده احنا بنكتب ونترك للقارئ ان هو يقيم، ومن هنا يطلع ده رمز ولا ما يطلعش رمز، حسب يطلع ايجابياته اعلى من سلبياته. انا ما اقولش بقى، انا بكتب وبسيب المساله للقارئ، لانه ما اقدرش اصدر طبعا الاحكام. خطوره القانون هنا ان هو زي ما دكتور صديقي محمد خايف ان المساله، طب انت هتحاسبني ازاي؟ انا كل ما اجتمعت عندي ماده علميه جديده بعيد قراءه التاريخ، لو في نظريه جديده في التفسير وهستخدمها برجع اعيد قراءه التاريخ. فمن كان عندك رمزا تحول الى شخصيه عليها علامات استفهام. خليني هنا دكتور عمر محوش في ده عمر حمروش، قول لي الكلام ده هنا بهذا الشك، شايفين انه هذا المشروع، طبعا انتم معترضين على الحبس ده يعني؟ لا 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 كتير، على مناقشه القانون على مناقشه القانون. انت ما قلتليش بقى، ما قلت ولا يجب ما تدينيش فرصه اقول ازاي ممكن نحل، خلينا اتكلم بعدين ازاي ممكن بدون قانون. المواجهه الراي بالراي. دكتور عمر هنا ابو الراي جني.